صور كتير قوي في جميع أنحاء العالم على النماذج اللي ربنا بيكتب لها عمر جديد. لكن إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ الأماكن الخاصة بالإنقاذ أكثر تركزها فين؟ إحنا معانا على التليفون زميلنا الأستاذ غسان أبو لوز، مراسل العربية، زميلنا مراسل العربية في سكاريا في تركيا. برحب بيك يا غسان. أهلا فيك أستاذ شريف. غسان، إيه الموقف دلوقتي؟ إحنا عارفين إن إحنا في المهلة الأخيرة، في الساعات الأخيرة اللي ممكن يبقى فيها إمكانية إنقاذ مزيد من الأرواح. بالفعل أستاذ شريف، يعني كما ذكرت الوضع صعب جدا، وضع الإغاثة صعب جدا والإنقاذ صعب جدا لعدة أسباب، أبرزها الظروف الجوية التي تمر فيها البلاد في تركيا، وأيضا الهزات الارتدادية التي ما زالت تضرب في تلك المنطقة، تحديدا منطقة مركز الزلزال في جنوب البلاد، في هاتاي، كهرمان، مرعش، في أديامان، في غاز عنتاب. فبالتالي هناك تحديات كبيرة تواجه السلطات التركية لمواجهة هذه الظروف القاسية التي تواجهها في عمليات الإنقاذ، أيضا في الوصول إلى تلك المناطق. الظروف الجوية تحول أو تصعب من عمليات وصول فرق الإنقاذ بشكل سريع جدا. ما زالت عمليات الإنقاذ مستمرة ومتواصلة حتى هذه الساعة. وزير الداخلية قال قبل ساعات بأن الساعات 48 ساعة المقبلة هي ساعات حاسمة ومهمة جدا. نعم، مهمة جدا في إنقاذ العالقين تحت الإنقاذ. نتحدث عن عشرات الآلاف من المصابين، نتحدث عن الآلاف من الضحايا، هناك أكثر من 8000 شخص تم إنقاذهم بالفعل، وما زالت عمليات الإنقاذ متواصلة لهذه الساعة رغم الظروف الجوية القاسية جدا. نلاحظ نحن أثناء مسيرنا باتجاه المناطق الجنوبية في الطريق، رغم الظروف الجوية السيئة وهطول الثلوج بشكل كثيف، هناك قوافل المساعدات من المدنيين حتى، يعني نعم، يستخدمون مراكبهم الخاصة ويتجهون إلى تلك المناطق، رغم يعني طلب السلطات بعدم الذهاب إلى تلك المناطق من المدنيين حتى لا يعيقون حركة فرق الإنقاذ والمساعدات في تلك المناطق. لكن هناك هبة شعبية كبيرة، هناك عشرات الآلاف من المواطنين والمدنيين قدموا طلبات للانضمام إلى عمليات الإنقاذ والمساعدة. هناك أكثر من 60,000 عامل أو مشارك في عمليات الإنقاذ من الجهات الحكومية، وأيضا إضافة إلى المساعدات الدولية التي تصل تباعا. بالنسبة للناس اللي دلوقتي يعني هم بلا مأوى، أنا مش بتكلم على الشق الثاني في المأساة، إزاي بيتم تدبير أماكن ليهم؟ هيقضوا الليلة فين؟ يعني إحنا في الليلة الثانية دلوقتي. ظروف صعبة جدا أستاذ شريف يمر فيها هؤلاء. الرئيس التركي قال قبل القليل أن هناك 54,000 خيمة تم تجهيزها لتوجيهها إلى المناطق المنكوبة. قال أيضا بأن هناك مراكز إيواء تم فتحها في 10 مدن في الولايات العشر التي تعرضت لهذا الزلزال، وهناك مدارس فتحت لاستقبال هؤلاء، وأيضا صالات رياضية فتحت لاستقبال هؤلاء، والفنادق استقبلت أيضا هؤلاء المنكوبين المدنيين. لكن يبقى الوضع صعب، هم بحاجة إلى مساعدات عاجلة، نعم، خصوصا في هذا الظرف الجوي القاسي جدا. هم بحاجة لوسائل تدفئة، هم بحاجة لغذاء، وبحاجة إلى علاجات. هناك جسر جوي أعلنت عنه القوات العسكرية التركية، الطائرات المروحية والحوامات تقوم بنقل المصابين، وهناك أيضا حافلات تقوم بإجلاء المنكوبين من تلك المناطق تحسبا لأي هزات ارتدادية وانهيارات جديدة ممكن أن تقع، وهذا أكثر ما يقلق السلطات التركية الآن في هذه الساعات الحاسمة والمهمة جدا خلال عمليات الإنقاذ. وهم يسابقون الزمن، هم في صراع مع الزمن شريف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العالقين تحت الإنقاذ، وهناك توقعات بأن يكون أعداد الضحايا كبير جدا للأسف. غسان أبو لوز، أنا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا موفد العربية في تركيا.